انا واحد الضحايا من الضحايا، ما صرا لي مشكل مع هذا السمسار ومع رشيد الشماريغ، كنرهن الوالده ونصب عليها في 10 مليون داها لها، وما عندناش دابا لا فين نعيشوا لا والو. خرجونا دوك مالين الدار قطعوا علينا الماء والضوء ولا اله الا الله، وبنادم كيقول لك خرج عليا وما عندناش فين نمشيو. 10 مليون اللي عطاتها له هي اللي كانت تما، ما كاين شاي وما كاينش اللي يعطينا دابا، وبنادم على برا وراه على برا وحوايجو مكربسين، والله الا مكربسين لا اله الا الله. وحتى حنا مدوزين هاد الحبس هذا وكذا باش غادي يعوض لي انا هاد الحبس ديالو ولا سميتو، ومازال ما تحكمش. دابا ملي ندخل دابا عاطينو جلسه، جينا في هاد الجلسه هادي وكيقدموا عطاوه جلسه اخرى، وما كنتقدموش مع حنايا، كيدخل غير راسو جلسه مغلقه ولا ما فهمناش. ايوا هاد اللايف هذا انا بغيته يوصل لسيدنا، ورحنا على برا وشوف هاد الناس هادو كاملين ناصب عليهم، ما انتم تشوفوا جمهوريه ناصب عليها، دار مرحله ارهابيه هاد السيد لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد السيد ما خصو يموت، ما يصليو عليه، ما يدفنوه، ما والو. دابا مول الدار شنو كيدير معكم؟ مول الدار مول الدار اللي ساكنين فيها شنو كيقول لكم؟ مول الدار قال لك خرج عليا، خرجنا مول الضو قطع علينا الماء والضو، خرجنا غير الحوايج على برا، تاع عمتي هي اللي تكفلت بينا دخلتنا صاحبي، وانا طايب حبس. هاد الشهاده ديال الحبس راني 17 دخله ديال الحبس، والله الا 17 دخله، فمي طاح غير بالرواشه والماكله ديال الصوبه وكذا، وما عنديش الغرض. انا الا دخلت عليه ولا شي حاجه راه يقيسوني الاعصاب، مع ديك الميمه راها مريضه في الدار، راها طايحه في الفراش، وكيعطيوني غير الناس الدواء باش نمشي نجيبو للوالده باش مسكينه تسدم، كان عيان نسيها، وداك اللي سميتو غير مسلفاها 5 مليون مسلفاها، وخويا عطيها 5 من اللي وماشي حشومه. هاد الشيء هذا مخلينا على برا، الله ياخذ فيه الحق. انا واحد السيده من الضحايا ديال هاد النصاب اللي كيسميوه نصاب، انا في الاولى قالوا لي كيرهن وكيخلص الكرا وهادي والدار ديالو مامنه وفلوسك مامنه، يعني انا ثقت فيه، هو قال لك يعني انت بلا ما سميتش، انت غير عطينا الفلوس حنا كنا كنعمروا الورقه، حنا كنصايبوا، حنا كنمشيو غير نسنيو. مشينا معاه هو عمر الورقه، هو دار كل شيء، هو كتب هو صايب، حنا مشينا مع المقاطعه الاولى قال لي زينا، يعني هذوك اللي قال لي زيو معاه يعني راهم معاه، فهمتي يعني هما مضامنين معاه، خدامين معاه، يعني علاش يعني هاد المقاطعه هي مقاطعه ديال المخزن، يعني مهما سنيت معاه يعني راهم مراقبين على هاد النصب، يعني حتى هما راهم نصابين معاه. انا نقولها بهالطريقه، انا منين مشيت عطيتو الفلوس، عطاني عطيتي انت الفلوس، انا عطيتو 5 مليون، مشيت معاه للدار، شافتني مولات الدار، لقيتها بسيقة الدار، قالت لي ما بغيتش الصداع، ما بغيتش مشاكل. مولات الدار عارفك راه هنا؟ راه هنا، واه عارفاني راه هنا، وديجا هي تسكنت وحتى نضت المشاكل، عاد قالت لي بان راه السيدة كانت قبل مني طرالها مع هذا المشكل، ومنين شافتني هو قال لك حكا زرب عليها ودار لها وفعل لها وترك لها وما لقات ما تقول، راجلها شد الفلوس. يعني هما كانوا عارفين بانني حتى انا الضحايا، ولكن ما قدوش ينصحوني. انا كان ماشي غير كنقول زعما المسؤوليه غير لهاد السيد، راه حتى مولات الدار يعني كاين اطراف بزاف، حتى مولات الدار يعني مهما انت عاطيه كيعطيك الفلوس كاش وكيخلصك، وكنقول لك غنجيب لك واحد السيده غتسكن، وماشي غير انا، راه السيده واحد اخرى ساكنه فوق مني. لا نفس الشيء، حتى كاين شي ناس، انا تسمعت واحد الطبيب هنايا اختصاصي في كرسيف عطيه 8 ديور، وكاين هنا الناس، ودابا كيمشي يدق على الدور كيقول لهم خرجوا لي من الديور. كرسيف كامل، كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 4، كاين اللي عنده 3، كل شيء مسلمها له، يعني كل شيء هاد الناس يعني ما عارفينش هاد السيد، يعني هما كلهم دايرين يد. مجموعه ديال الناس دابا حنا كنطالبوا بالحقوق. غير لا، قبل ما تطالب بالحقوق خص تحط المشاهد في الصوره طريقه النصب اللي قام بها كي دايره. الطريقه ديال النصب راه بواسطه السمساره، وحنا كنطالبوا حتى هاد السمساره خاصهم يدخلوا للعداله باش نشوفوا هاد الناس اللي كانوا كيجاليزيو الاوراق في المقاطعه جوج، حتى هما راه معينين من اين لك هذا، واش كانوا كيجاليزيو لعباد الله 50 مليون 60 مليون في النهار، واش ما كايناش محاسبه هنايا؟ الا ما كايناش محاسبه اذا الناس كلها عاد تورط في هذا المشكل هذا، راه كاينين الناس ضحايا اللي خرجوا من الديار وقطعوا لهم الماء والضو، فين عاد يشردوا هاد عباد الله؟ راه كاين دابا كاينين موالين الديور حتى هما راه مسؤولين، حتى هما حاضرين، وانا انا شخصيا عندي القانون بان حتى مول الدار عاطيني شهاده. كيفاش يمكن لمول الدار بانه عارف المسؤول بانه كيدير هاد التخرويض هذا وشارك معاه؟ حنا دابا كنطالبوا بالقانون، ماشي كنطالبوا بالحرب ولا بالمدابزه ولا بشي حاجه، كنشوفوا المسؤولين والمحكمه حتى هي تشوف هاد القانون. شحال الفلوس انت؟ انا 5 مليون،
والمهم حنا كنطالبوا بحقنا من هذا السيد بالعداله. دابا 3 شهور 3 شهور وهذا السيد ما تحاكم ما والو. حنا جالسين في الزنقه جالسين نهار الاربعاء كنعمروا المحكمه ونوليو نمشيو لديورنا نعمروا قاطعين الضو قاطعين الماء الناس كيهدونا بالافراغ مالين الديور. فينا هي هذه العداله؟ هاد السيد مازال ما داروا معاه والو، مازال ما داروا معاه حتى شي حاجه. دابا انتما باش كطالبوا؟ حنا كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا يديروا معاه حل، غادي يخرجوه يديروا معاه حل، يعطينا فلوسنا. غادي يتكلفوا خوته السي عبد السلام، عبد السلام اللي راه شاد الملايير تا خوه، فين راه؟ فينو؟ هذاك اللي داني عند السمسار كان هو والسمسار اخوه، وكان طالب بالكتيبه هي اللي كتقول لك هاد السيد راه مزيان، هاد السيد راه مزيان. انا كنطالب به هو وكنطالب بخوه وكنطالب بالسمسار، هما يشوفوا واش غادي يديروا. دور العداله ماشي خارج منا حقاش. انا صبع عليك شحال الفلوس؟ 4 مليون. 4 مليون ديالي و 3 مسلفه، ومول الدار كيجي يهددني حاجه في المره الاولى للدار شي 3 مرات. حيد لي الضو وانا كنخلصو، ما فيهاش كريدي نتاع الضو ولا ما نخليه بلا خلاص. حيد لي الضو، مرضات البنيه تبقات تهضر معاه قالت له خينا الضو، حنا هذا خويا كيقرا وحنا كنقراو في الظلام وداك الشيء. حيدنا الضو شويه شويه، جاي حيد لي الماء، بقى كيهدد البنيه. البنيه مرضت لي، مرضت لي واحد المرض مهم اسمو نقول لك، تمشوا للدار تشوفوها. غنبلع عليها بالسيرت، كنبلع عليها باش ما تخرجش. وسميتو الماء كنخلصو الضو كنخلصو. داك السيد تهدد عليا، حيدنا الماء حيدنا، كيقول لي خرج لي من الدار. كنقول له عطوني فلوسي، كيقول لي اطلع راشد.